السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت تدعمونا، دوس على لايك فعلا لو بتحبنا عشان نتواصل معاكم الايام اللي جاية ان شاء الله، لان القناة من غير دعم انك تعمل لايك مش هتوصل للناس، والقناة لو ما وصلتش للناس ملوش لازمة ان احنا نعمل فيديوهات. فكرت ان انا اعمل زي كل مباريات منتخب الجزائر افضل 11 لاعب او افضل تشكيل. اكتشفت ان انا لو جبت السبورة اهي وقلت لكم بقى افضل تشكيل للجزائر كذا وكذا وكذا، يبقى انا نصاب. يبقى انا نصاب بجد، يعني لان ال 11 لاعب الافضل موجودين. يعني اقول لك افضل 11 لاعب في الجزائر، لكن اللي فيهم المصاب، فيهم اللي بعيد عن مستواه، فيهم اللي المدرب بيلعبه في مكان تاني، فيهم. فانا شايف ان من أسوأ فترات لمنتخب الجزائر بصراحة. زي ما تقول الجزائر بعد ما خد بطولة أمم أفريقيا هنا في مصر خدوا عين ممكن ولا حاجة. شيء جميل جدا بقى انك انت تشاركني في الفيديو ده، وهتابع كل تعليق وهرد عليك تقول لي افضل 11 يقدر يلعبوا بكرة في التشكيل. بجد والله، يعني من اول حارس المرمى ما تعرفش، يعني هل حارس المرمى يعني اللي بيلعب يعني مندريا ده يعني هو السبب في الاهداف؟ انا شايف ان هو مظلوم. المدافعين سيئين جدا، المدافعين ما اعرفش القلب الدفاع سيء جدا، احط مين في الدفاع؟ وفي لعيبه ما شفتهاش قبل كده جديده، يعني يوسف عطال مش جاهز، باك شمال ايه نوري مصاب، بن سبعيني يلعب جوه عشان نقفل جوه احسن. طب في وسط الملعب اسماعيل، اللعيب اللي مسميه الفهد الجزائري بقاله فتره كبيره جدا، يا اما مصاب يا اما مش جاهز، ودي برده من الحاجات، لان هو مسمار وسط الملعب، فوسط الملعب يعني مخلخل خالص يعني من غير المسمار. زروكي شايفه ان هو ديفندر قديم قوي من القديم، دلوقتي الديفندر بيقطع وبيسلم الكرة، بيرمي سروهات ويعمل حاجات حلوة. زروكي بصراحة بيقطع الكرة ويقع ويخبط في الحكم، هو ممكن يطلع يضربني انا وانا بتفرج على الماتش. فالمهاجمين ما تعرفش، الكبر في السن، محرز شفته مع في الدوري السعودي، راجل واقع خالص، لياقة بدنية سيئة جدا، لياقته ضعيفة قوي يعني مش قادر يجري. معرفش هل في المنتخب هيبقى ليه دور في الملعب، معرفش. عمورة مثلا الوحيد اللي هو بيجري يعني عنده مصاب، فهيلعب ولا ميلعبش مش عارف، استحالة يبدأ المباراة. شايبي من الناس المتألقة في الدوري الألماني، المدرب ما خدوش أصلا يعني. فبص عشان أقول لك افضل 11 لاعب يبقى انا بضحك على نفسي، يبقى انا اوانطة يعني. هنشوف المدرب هيلعب بمين، واتمنى الخير والفرحة لجمهور الجزائر. وبعد المباراة هنتكلم على اللي شفناه، نتكلم على 90 دقيقة اللي اتلعبت بما يرضي الله، الحلو فيها والوحش فيها نقول بالتوفيق. ويا ريت دلوقتي تكتب لي التشكيلة اللي انت تحبها والافضل عندك، انا هستفاد منها كتير. شكرا.